لم يكتفي أهل الكتاب بما هم فيه من ضلال، بل حاولوا أن يضلوا غيرهم. فدعت طائفة من اليهود معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر إلى اليهودية، فأنزل الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. تمنت وأحبت جماعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم أيها المسلمون عن الإسلام مكرا بكم وبغيا وكفرا وحسدا، وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس، فسخروا الأموال وحاولوا صرف بعض المسلمين عن دينهم بإلقاء الشبهات. وما يضلون إلا أنفسهم وأتباعهم، فيزدادون ضلالا على ضلالهم، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله، وذاك من لطف الله بالمؤمنين. وما يشعرون أنهم بذلك يسعون في ضرر أنفسهم وإهلاكها، فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوه حسنا. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.